وسهلا فيكم معكم عمر اي اس اتش اس كرييتيف ديزاين سيرفيسز. بهاي الحلقه رح نحكي كيف نقدر نعمل جراديانت للتكست ببرنامج ادوبي بريمير، يعني كيف نقدر نعمل اللون النص الموجود بادوبي بريمير بشكل مموج او بشكل عده الوان موجوده فيه. بالبدايه بدي اذكركم اللي ما نو اشترك بالقناه يا ريت ينورنا ويعمل لايك للفيديو ويشترك بالقناه، واللي حابب يدعم القناه فيه يضغط على زر شكرا او زر ثانكس الموجود تحت كل فيديو موجود بالقناة تبعتي. بالبداية إذا حطينا نحن تكست مثل ما أنا شايفين عنا هذا التكست، كتبنا تكست همام ريس مثل ما أنا شايفين، أو أي نص أنتم حابين تختاروا تكتبوه بفونت عريض أو فونت ضيق، بيفضل يكون فونت عريض مشان يبين معنا اللون أكثر. بالبداية الإصدارات القديمة قبل كان نحن مجرد ما ندخل نحن على التكست، الخصائص الموجودة هون بالتكست في عنا الفيل، مجرد ما نحن ندخل على الفيل والستروك صار في هون تطوير وشرحته أنا بدرس كامل لحاله بالبريمير التطوير اللي صار بالستروك، لكن حنرجع نحكي عنه هلا بشكل سريع. الستروك مجرد ما نحن عطينا ستروك، هلا عطينا هذا الستروك مثل ما نكون شايفين، طورونا هاي القائمة واللي هي مثل الأدوبي إلستريتر، عنا أوتر إنر وسنتر، يعني بدنا الستروك يكون مركزي ولا داخلي ولا خارجي. احنا يا بدنا اياه يكون خارجي وفينا نتحكم نحن بكميه ال الستروك اللي بدنا اياه، يعني نحن ممكن نعطيه 3 أو 4 أو 5 اللي بدنا اياه، بالاضافه للزر الاد انه فينا نعطي ستروك ثاني، ستروك ثاني فينا نعطيه بلون الابيض، بلون الازرق، بلون البنفسجي، باللون السرسزوزي، اللون اللي بدكم اياه. فينا نلعب فيهم الالوان ونزود الستروك ليصير بشكل اكبر هيك، كمان فينا نعطيه اوتر، نعطيه ستروك ثالث الى اخره بالالوان اللي حابين تضيفوها انتم للنص تبعكم. كل ما زودنا كل ما صار في عنا مثل ما انا شايفين صار في عنا عده طبقات بالنسبه للستروك، يعني للشيء الموجود حوالين النص. طيب احنا درسنا مو هون، درسنا الاهم اللي هو كيف نخلي النص هذا اللي جوا يصير بشكل ما يكون لون واحد. لما نجي على الفيل حنجي مثل ما بنشوف هون، نكون احنا هون بالسوليد عندنا هذا هو انه نحن نختار اللون اللي بدنا اياه، بدنا اياه ابيض، بدنا اياه ازرق، بدنا اياه الى اخره. مجرد ما نضغط على السوليد هون في عندنا شكلين، لينر جراديانت وعندنا راديال جراديانت. شو الفرق بيناتهم؟ الراديال جراديانت، خلينا الراديال جراديانت عم يعطيك هو مثل الفوتوشوب او مثل الالستريتر. خلينا ناخد هون بيضة، خلينا ناخد واحدة تانية نعطيه لون احمر او اصفر او اخضر او اللون اللي بدنا اياه نحن مثلا، خلينا بس مشان يصير في تمييز ناخده غامق. اوكي، لاحظ بالراديال جراديانت هو اللي عم يكون بشكل دائري، عم يعطينا الجراديانت بهذا الشكل. طبعا هذا بيكون بممكن نحن نحطه بشكل دائري يفيدنا بهذا الموضوع، لكن راديال جراديانت هلا هون ما بفيدنا، فنحن بدنا اللينر جراديانت. اللينر جراديانت مثل ما لكم شايفين نحن بنحسن نختار الالوان اللي بدنا اياها، يعني هلا خلينا نحن نختار مثلا بنعكس الايه، ناخذ هذا اللون لهون وهذا اللون الابيض لهون، بدنا نحن الجراديانت من فوق يكون هاي بنعطيه ديليت ما بدنا اياها، واللون الغامق يكون من تحت. طبعا اللون الغامق هذا لون غامق كثير، فينا نحن نختار اللون اللي بدنا اياه، ومن هون من القطاره مثل ما لكم شايفين فينا نختار اللون بدنا اياه. هذا كمان اللون النصاني ما بدنا اياه، بدنا اللون يكون انا يعني سيمبل، يكون عباره عن تدرج جراديانت من خفيف لثقيل، ما بدنا اياه نكتره بشكل كثير كبير. فنحن هلا هون حطينا على هذا اللون على سبيل المثال، فينا نرفع هون مثل ما بنعمل بالفوتوشوب او بالالستريتر، هون الابيض يكون بهالشكل وهون اللون الثاني بهذا الشكل. طيب انا هاي الزاويه هاي بدي اياها كبرها صغيرها، فانا فيني العب بالانجل، يعني انا العب بالزاويه من وين بدي الاضاءه، بدي الاضاءه انا تجي من هون من اليسار، بدي الاضاءه تجي انا من اليمين، بدي الإضاءة تجي من فوق. هلا هيك من اليسار جيدة مثلا حلوة، ممكن نخفف الأورانج شوي، لا الأورانج ما حلو طلع هيك، نخفف الأورانج هيك بهذا الشكل. طبعا فينا نحن كمان نحط نضيف لون ثالث،
يعني حاطين ابيض، نحط احمر اخضر اصفر. طبعا اكيد ما بصير نلعب بالالوان بشكل كثير كبير، يعني بحس يكون شيء متناسب. نغمق على اللون الاورنج مثلا بهالشكل، حطهم هيك مثلا. ممكن نحط نحن الابيض بالنص ونرجع ناخذ الاورنج هذا من هذا الشكل وناخذ الابيض بهذا الشكل. فمثل ما نكون شايفين صار في عندنا الابيض بهدر الزاويه، ما عجبتنا نحن حابين نرفع الزاويه نغيرها نياها بهذا الشكل من الطرف الثاني مثلا من اليسار. فبدال مثلا في 180 140 45 الشكل اللي نحن بنلاقيه مناسب. لو انا حطيته 45 شايفه مناسب لانه ال 45. مجرد ما نضغط نحن على الابيض فينا نقلل شوي نسبه الابيض ونزودها. لاحظوا هيك عم نزودها، فينا نقللها كمان شوي من هون، كمان نقلل نسبه الابيض بهذا الشكل من هون. يعني هيك صار جراديانت حلو بشكل كثير جميل. فبيكم طبعا انتم تطبقوا بالالوان اللي بتلاقوها انتم حلوه بتلاقوها مناسبه. لكن خلينا مثلا نلعب على هون الستراك. طالما جينا واشتغلنا على الستراك خلينا بس نغير الستراك. هذا الستراك ما حلو بهالشكل، انا بس حطيته بشكل عشوائي. الستراك كمان بنجي بنحسن نعمله جراديانت. مجرد ما حطينا من تحت ابيض، من فوق بدنا ناخذ لون يكون هيك بهاللون هيك. ممكن نغمقه شوي زيادة، هذا اللون كاشف، كمان نغمقه شوي، ما بدنا اياه يكون كثير هيك. اوكي، هلا محطوط زاوية 90، احنا ممكن نحطه زاوية 45 بهذا الشكل. هاي بالنسبة للستراك الثاني. الستراك الثالث كمان ممكن نحن ناخده لينر جراديانت. خلينا نغير خلينا ناخذ كمان من الإضاءة من هون، لكن نغمق شوي نعطيه غمائية أكثر شوي هيك بهذا الشكل على الأبيض تبعه. 20 جاي زايد كتير هو هيك، ممكن نخففه شوي. ممكن نزود حبة صغيرة هيك بهذا الشكل. طبعا بالنسبة للأحرف اللي هون حاطين احنا ريجولر هو ذاتا تباعد الأحرف، ممكن احنا نلعب شوي بالتباعد، عم نبعد هيك بالأحرف بشكل كبير، ما بدنا نبعد الأحرف بشكل كبير، تباعد بشكل طولي. لكن كنص نحن عم نحكي الجريديانت هو فيه جيد، مشان موضوع التناسق انا حطيته. يعني نحن الصراحة فينا نغير، فينا نغمق زيادة كمان شوي، انا حطيت بس مشان موضوع التناسق. فينا نزود شوي، ما بديها تطلع برات هيك مثلا بهذا الشكل. طبعا فيكم تحطوا لعدد لا محدود من الستروك، بدكم تكرروا الستروك كتير بدكم تقللوا. بدنا نشيل الستروك من هون، بدنا نرجع الستروك، هذا الستروك فينا مثلا نزوده، فينا ننقصه، يعني بدنا نعمل بالشكل اللي انتم بتلاقوه مناسب فينا نشتغل عليه للستروك. بالشكل اللي انتم بتلاقوه مناسب فينا نشتغل عليه. بالنسبه للباك جراوند نفس الشيء، فينا هي الباك جراوند فينا نزود لها الباك جراوند، مثلا ممكن تحطوها بيضة تحطوها سودا، نرفع الاوبسيتي تبعيتها. فيكم تشتغلوا عليها يصير لها كيرف، نكبرها للباك جراوند نصغرها. فيكم تشتغلوا عليها بشكل بتلاقيه مناسب يعني. لكن احنا بنحكي كتحليات موجوده تطورت بالنسخه الاخيره الموجوده بال 2023 بالجراديانت، كيف نحن نقدر نعمل للنصوص جماليه حلوه مثل ما احنا شايفين. طبعا ممكن نحن نعمل له بوزيشن، نسحبه لهون، يعني نعمله حركة بسيطة نحن بس مشان الجراديانت. نحكي على الجراديانت كيف عم يصير، نجي ناخذ لهون نخليه يرجع النص مثل ما بدنا اياه هيك بهذا الشكل.
يعني في عنا نص عم يتكرر، ممكن نكرر الطبقة يكون بالضغط على Alt نعمل البوزيشن تبعه بمكان ثاني، فقط ننزله شوي لتحت. ونكبره. Opacity ممكن نحن نعملها 오바시티 خفيفة بهذا الشكل. طبعا يعني كتأثير بسيط نحن عم نحاول نعمله. ممكن نحن نرفع هاي لفوق أو ندخلها هاي من هون، نسحبها بهذا الشكل لهون ونعطيها position، نسجل حركة ونجي نسحب هاي لهون هيك لمحل آخرتها ونرجعها محل ما كان بدنا اياها. يعني إلا رجعي لهون. هاي بالنسبة للظليلة ناخذها كلها هيك. شوفوا كيف الحركة بتصير، هذا واحد عم يروح هيك واحد عم يجي هيك، نسجلها بك حركة معينة. يعني هي الفكرة فقط هي الشرح للجراديانت، كيف نحن نقدر نعمل جراديانت للنص تبعنا. اتمنى الجميع يكونوا استفادوا من الدرس، ويا ريت ندعم الفيديو بلايك ومشاركه ليوصل لكل الناس المهتمه ببرنامج البريمير. يا ريت اللي ما مشترك بالقناه ينورنا ويدعم القناه ويشترك بالقناه لتوصلوا كل الفيديوهات الجديده. كان معكم همام ريس، كونوا بألف ألف خير.